بوست طريف من نبيل أندراوس على صفحة للإيجيبشن كولتشر كلوب، هي اسمها بالألماني، واعذروني أنا معرفتي بالألماني زي معرفتي باللغة الصينية بالضبط، لا أفقه فيها أي شيء. فالأكاونت اسمه Egypt Culture Club DA، مش هنطقه بالألماني عشان الناس اللي بتعرف ألماني ما تتريقش عليا. Egypt Culture Club added a new photo to the album، حاطين صورة جديدة عن بوست للألفاظ والكلمات اللي بنستخدمها في اللكنة العامية المصرية أو اللغة العامية المصرية، لكن مش عارفين معناها أو أصلها، يعني احنا مش عارفين الكلمة دي جت منين. نبيل قال في البوست اللي حقق أكتر من 500 شير، وده رقم قليل جدا على المعلومات القيمة بصراحة يا جماعة اللي في البوست ده، في العامية المصرية مجموعة من الكلمات اللي بتستخدم كتير بدون أن يعرف معناها أو مصدرها، ومنها مثلا لما نقول على حد يا جدع فلان ده بلط بشكل، بلط جت منين؟ أصلها الكلمة القبطية بلتي وتعني مقعد، مقعد يعني قاعد على كرسي أو تعبان أو عيان ما بيقومش، فيكون المعنى إن فلان ده قليل الحركة أو كسول، ومنها فلان ده مبلط في الخط، مبلط في الخط يعني قاعد في الخط ما بيقومش، قاعد جاية من بلط أي بطيء الفهم والحركة. حاجة تانية بنقولها برضو مش عارفين أصلها جه منين، جاتك شوطة تاخدك، لما حد يقول على حد كده يدعي عليه بالتهريج يقول له جاتك شوطة تاخدك. ناس بتظن إن كلمة شوطة معناها الشوطة بتاعت كرة القدم، إن أنت تضرب الكورة برجلك مثلا زي ما بنقول بنشوط الكورة، لكن المقصود مش كده خالص. شوطة أصلها شوت باللغة القبطية وتعني كوليرا أو وباء، وبيبقى المعنى هنا جاتك وباء لما ياخدك او ربنا ياخدك، يعني بمعنى اصح هنا شوطه يعني جاتك شوطه يجيلك وباء او كوليرا. حاجه تانية بنقولها برضو وممكن ما نكونش فكرنا اصلها جاي منين، لما بنقول على حد شلق، الست دي شلق، الراجل ده شلق، شلق اصلها كلمه ابطيه برضو اسمها شلاك، اي المط والامتداد والتوتر والانفعال. الست الشلق هي اللي بتستخدم الفاظ نابيه، الفاظ ابيحه يعني، وبتمط في صوتها زي مثلا لما حد بينادي على حد كده لما بيدلدله السبت يقول له يا احمد يا عمر، دي الست الشلق او اللي بتمط في الكلام وبتستخدم الفاظ. كمان كلمه ممكن نكون صحاب يقولوها لبعض، انا جيت يا اوباش، انا رجعت يا اوباش، اوباش دي جايه منين؟ برضو كلمه ابطيه معناها عرايا أو صعاليك، وما تحاولش تجيب لها مفرد لأن ملهاش أصل مفرد، يعني ما ينفعش نقول ده وبش مش راكبة، هم أوباش لازم يكونوا قاعدين مع بعض، هي بتتقال كده شوية أوباش، زي غراب البين، غراب البين احنا الغراب وعارفينه الغراب الطائر، البين ده اللي هو ايه بقى؟ البين دي كلمة مصرية قديمة فرعونية معناها الشر أو السوء، وغراب البين معناها غراب الشر، لأن الغربان في بعض العقائد وبعض الموروثات الثقافية بترمز إلى الشر أو الموت، أو لأنها بتأكل الجيفة أو بتأكل الأجساد الميتة أو المتحللة. كمان كلمة تانية بنستخدمها ومش عارفين أصلها، مدهول، نقول لا فلان ده مدهول يا عم، لا ما فكك منه، أصلها القبطي أيضا متهول، ومعناها غير المرتب أو المهمل، يعني لما نقول لحد كده يا واد يا مدهول على عينك يعني يا مهمل يا مبهدل. كل ده معلومات في البوست اللي احنا بنقول لكم عليه، عشان كده أنا مستقل 500 شير بس. جاك خيبة ما هياش بقى بنويبة، هي جاك خيبة بالويبة، بأل ويبة، ألف لام واو يه به ته مربوطة، جاك خيبة بالويبة. الويبة دي أيضا كلمة إبطية قديمة معناها وعاء للكيل أو الحاجة اللي انت بتوزن فيها، بتحط فيها الحاجة عشان توزنها أو تعرف حجمها، وهو بيسوي الكلتين، الناس القديمة شوية هتبقى عارفة الكلتين، الناس اللي هي عاشت في فترة الستينات والسبعينات في سن والدي ربنا يديله الصحة، أنا لما بفتكر الكيلة هو أول حد كان شرح لي موضوع الكيلة ده والإردب وإزاي كانوا بيوزنوا القمح والحاجات اللي شبه كده، فكان في حاجه اسمها الكيله، الكيله ده بتستخدم في الوزن زي الكيلو ونص كيلو والجرام، فلما يكون لحد نقول له جاتك خيبه كبيره يعني جاتك خيبه بالويبه يعني جالك خيبه كبيره لانها كيلتين مش كيله واحده، ده كيلتين،
يعني خيبه وصايه يعني، لو ما عملتش كذا هسويك. انا كنت فاكر ان معناها هطبخك، لسه الكلام برضو في نفس البوست، لان نسوي في مصر معناها نطبخ او نسوي شيء، في بعض الدول العربيه نسوي شيء يعني نعمله، لكن المعنى مش كده خالص. اسويك جايه من ايضا الكلمه القبطيه سوى، ومعناها تقطيع الاوصال، يعني حد يتقطع ايديه او رجليه. هسويك هنا مقصود بيها هقطعك، او سوى يعني غير برضو تقطيع الاوصال الماديه، تقطيع الاوصال المعنويه العلاقه يعني. فاظن ان احنا برضو ما رحناش بعيد بهذا المعنى. بوست عظيم جدا وفي معلومات مهمه جدا 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 للمهتمين باصول اللغه. بعدين بقى لما حد يعمل حاجه كده نقول له ايه يا ابن الايه، يا ابن الايه عفريت، اخر جمله كنت اتخيل انها ممكن تكون شتيمه، بنستخدمها كتير جدا على سبيل التهريج واحيانا المدح. لما حد يعمل حاجه كويسه اقول له ايه ده يا ابني الايه، عملتها ازاي دي؟ اصل كلمه ايه دي بقى، ايه بقى الايه دي؟ هي البقره باللغه القبطيه القديمه. تخيلوا بكده تكون ابن الايه معناها يا ابن البقره، فمحدش يقولها تاني يا جماعه، محدش يستخدمها خلاص. تشوف حد عمل حاجه كويسه اقول له يا ابن الناس الكويسين، يا ابن الناس الطيبين، او بلاش برضه يا ابن الناس الكويسين دي عشان فيلم سهر الليالي الناس بقت بتستخدمها استخدام مش لطيف، يا ابن الناس الكويسين. بالمناسبه جدودنا المصريين القدماء لم يشتموا ابدا باستخدام الام عفوا، ما كانش فيه في مصر القديمه اي شتيمه بالام او بالمراه عموما، وده تقدير لدور المراه. عشان كده لما كنا في حلقات قبل كده بنقول لكم ان المراه حاجه مهمه جدا عندنا في مصر وقد ايه بنقدرها، ده دليل كبير عليها. المرأة عندهم كانت في غاية الاحترام والمكانة، وكانت مساوية للرجل تماما في الحقوق والواجبات، ومن حقها تعمل في كل الوظائف، مساواة حقيقية. حتى كانت بتقود الصلوات وتقيم الشعائر في عقيدتهم وفي المعابد، وكانت موجودة طبعا مع الكهنة.